أزمة قد تبدو غريبة بعض الشيء، لكنها حدثت في بريطانيا، وهي أزمة الجع، حيث أغلقت خلال هذا العام أكثر من 150 حانة، وهناك العشرات مهددة بالإغلاق، وكل ذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن لماذا أتحدث عن هذه الأزمة بالتحديد؟ فخلال الساعات الماضية بدأت ببريطانيا واحدة من أكبر الأحداث السنوية وأكثرها إثارة وشهرة، وهو مهرجان الجع في لندن. لكن اللافت كان حضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث ظهر في مقطع تم تداوله بشكل كبير وهو يسكب حوالي نصف لتر من الجعة، ما أثار موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذه الزيارة كانت في نفس التوقيت الذي أعلنت فيه الحكومة زيادة الضريبة على المشروبات الكحولية. البعض أشار إلى أن سوناك أراد أن يبعث برسالة مفادها أنه كلما قل تناول الكحول في المشروب قلت الضريبة المفروضة. لنشاهد هذا المقطع. Prime Minister, oh the irony that you're raising alcohol duty today as you're pulling a pint. Prime Minister, oh the irony that you're raising alcohol duty today as you're pulling a pint. Prime Minister, oh the irony that you're raising alcohol duty today as you're pulling a pint. لا أدري إن كان ما فعله سوناك جرأة أم استفزاز، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفوا ما حدث بأنها مفارقة عجيبة، فبدلاً من إيجاد حل للغلاء في الأسعار، يوجه رسائل غريبة من نوعها.